إنسان على الأرض أول ما ابتدى. آخ قتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان. يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان. إنسان جبنا وجرعته يبقى هو الإنسان. إنسان قلب تمنى وانجرح عين بكت حزن وفرح يمشي يعمر دنيته يقطش يتمر أخوته. صفك وينصرك ويكون لك ولا يكون إنسان. واحد بارد ما ناقص غير أني أنا أجلس أركض وراه. ما أنصحك خصوصا مع واحد مثله. سوريا أنا ما غشيمة وأفهم، بس مراتاً أحس منه باهتمام ما طبيعي وأحياناً لا. ولأنك تفهمي هذا أنا أقول لك، إذا ما كان جاد معاك فأنسى السالفة. سهل عليش تقولي مثل هذا الكلام. إذا إيش تريديني أقول لك؟ أنت اليوم لما ما جت الشغل تعرفين إيش قال؟ إذا ما جابت عذر قاهر أو ورقة طبية فهذا اليوم راح ينخصم من مرتبها. ما قال ليش بعد قوانين دائرة العمل مرة واحدة؟ علشان كذا أقول لك خليكي جادة معاه حتى تتأكدي إنه ما جالس يلعب عليك. وكيف أعرف إنه جاد يا ذكية؟ يا هند اللي يريد يرتبط بوحدة أول شيء يعرفه هو بيتها. ما بتصرخ من عند الباب مع جدي؟ أنا إيش بعدين؟ أنا سألتك منته وإيش قاعد تسوي هنا؟ أنا عمران مرتين ولا مرة واحدة؟
بعدين نكت الشايب. لا لا مرة واحدة بس، اسمح لي أنا مرتبك شوية. مو مربكنك شايب قدامك جنيه. لا لا أنا مدير هند في محل. مدير هند هناك؟ وإيش اللي وصلك هنا؟ ها السيارة. لا والله، وأكيد تتكلم بلسانك صح؟ ينكت بعد الشاي. أهلا وسهلا يا ولدي. بعد ما دخل من رزة الباب وصار ولدش. أهلا عمتي. هي عمتك وانت ولدها، عجب منك يكون أنا. انت العود وانت الخير والبركة، بس ما كنا تأخرنا على وعد. هي والله كلامي صح. هيا قول انت، قوم وصلنا. ان شاء الله ان شاء الله، تفضلوا. أقول لا تتحرك، تراك بعدك بترجعنا. بس أنا ترى مشغول شوية. وما دام إنك مشغول، إيش جابك عندنا؟ أنا بعدني ما أعرف إيش وصلك بيتنا. حرص أحسن لك. يلا بلعود، تأخرنا على وعد. يلا وش السالفة يعني؟ عمران؟ ايش اللي جابك؟ قيصر، هذا بيتكم؟ سألتك ايش اللي جابك؟ ما قادرة أوصف لكم سعادتي بهذه الزيارة. مثل ما تعرفي العود اشتاق أشوفك كل يوم، بس هالمرة لازم إني نجي نشوفك. يعني لازم يلزم عشان تجوا يا شريفة؟ إن شاء الله ما معطلينش عن شيء أو شيء. لا ما وراي شيء العود. أنا تذكرت إنه اليوم عيد ميلادك، قلت لازم أجي أهنيك بنفسي. أنا نفسي نسيت هاليوم، أنت الوحيد اللي ذكرني فيه كل سنة. أنا استأذن بخليكم، بروح أسلم على نعيم. هذه هديتك لي كل سنة. طول سنين عمري ما لقيت أغلى منه قيمة في كلام الله حتى يحفظك من كل مكروه. كنت بغيت أقول شيء بس ما أعرف إن كان وقته أو لا. أنت تقول اللي تريده وفي أي وقت، لأني دائما أسمعك. البارحة حلمت حلم يا رب يكون خير. حلمت ريش صقر متناثر في المكان اللي هو ما موجود فيه، وبعدين شفت ذاك الريش يحترق فعل فاعل، وبعدين شفت الغول واقف يشوف على الريش وهو خايف انه ريش يدقي عليه، وظل يضحك حتى احترق ذاك الريش كله. انا ملاحظ انك نظفت شوي. وانا بعد ملاحظ انه ريحتك صارت مقبوله. انا اقصد بعد ما اشتغلت مع العم وعد امورك صارت احسن. بعدك تذكر آخر مكالمة كلمتك فيها وش قلت لك؟ وأنا أقدر أنسى؟ قلت لي شوف لك حد يصرف عليك. أنا ما زعلان منك، لأنه في ذيك الفترة أنت كنت واحد متلته وتدور في الشوارع ودور لك على سكن في الفنادق الرخيصة. ما نصحك تعمل مقارنة بيني وبينك. المقارنة مطلوبة بين شخصين من نفس الجيل بس بطبقتين مختلفات.
والشيء الوحيد اللي جمعنا بعد كم سنة من أيام الدراسة الثانوية هو الضياع اللي كنا فيه أنا وأنت. أنا مستغرب إيش اللي غيرك؟ كيف قدرت تحصل على ثقة العمة وعد؟ ما قلت لي كيف الشغل معاها الحين؟ مثل الشغل في مؤسستكم. أنت ليش كلها ردودك ما واضحة؟ هذا يعتمد على أسئلتك اللي ما واضحة. يا بني آدم، أنا سألك عن رضا العمة وعد. هذا السؤال بتحصل إجابته عندها، اسألها. أنصحك نصيحة، لا تحاول تتلاعب مع العمة وعد. هي صح طيبة لكن ما سهلة. وأنا أنصحك نصيحة بأنك لا تشوف الناس بعين طبعك. قصدك أني أنا أتلاعب؟ لو لأنك في بيتنا كنت عرفت كيف أرد عليك. وما دام أن في بيتكم كان يفترض منك أنك تقول كلام أفضل من هذا الكلام، أو على الأقل تعزمني على فنجان قهوة. وهذا احنا وصلنا. اسمع عمران، انا راح اقول لك اياها اشكره. اذا ناوي تتلاعب فاحنا ما عندنا علشان اللعب والهدايا والعطور المغشوشة والدباديب. إذا باغ البنية حال زواج المرة الجاية جيب حيانك يخطبوا. قول وصلني الخبر. قول وصلني الخبر. وصلني وصلني الخبر. يلا حياكم الله، أزوركم مرة ثانية. وكرها إنسان أعرفه أقبله إنسان أفضل سامح إنسان عتب وجرحه إنسان عتب وجرحه إنسان لومه وعذره يبقى هو حبيبي. ايش تفكر؟ افكر في هذه الناس جزاهم الله خير، وجوههم صارت مألوفة لي من كثر ما اشوفهم. هذول ناس مرضى ومديمين هنا، حتى انا تعرفت على حريمهم، يعني هذا شيء طبيعي. يا ترى فكروا في المريض ايش بيقول قبل ما يجوا وأول ما يوصلوا لبيوتهم؟ وليش هذا السؤال؟ لأنه المريض اتعود على شوفته، ولما يتأخروا عليه بحكم المشاغل يقوم ويسأل عنهم بدون ما يعلن عن السؤال، ولما يجوا يزوروه ومن ثم يترخصوا عنه يسأل نفسه يا ترى بيزوروني مرة ثانية؟ يا ترى ما بيملوا من زيارتي؟ يا ترى بعيش حتى موعد زيارتهم الثانية؟ شداد، أنا عارف إيش تعني، حاسة بيك، لكن تأكد حبيبي إن اللي يحبك ما بتوقف عن زيارتك، والدليل عمي ماجد. ذكرتيني، هو قال لي انه قريب بيسافر. وما قال لك انه بيخطب اليوم؟ كان ودي اكون معاه الليله، بس اللي ضايقني انها تصير مطلقه ابوش واخت الحاج عبد السلام. انا مهما تكلمت عن رقيه ما بوفي حقها، لكن صدقني يا شداد ان هي تناسب عمي ماجد.
طبعا يا الحاج، انت ما مستغرب من وجودي لوحدي بحكم انك تقريبا ادرى بكل الظروف المحيطه بي. انا عارف ومقدر وتاكد من هذا الكلام يا اخ ماجد. في البدايه الحاج احب اهنيك بهذا الديكور الجميل ما شاء الله. هذه اختنا قية هي اللي اشرفت على هذا الديكور قبل زواجها من اخوك زايد. افهم ان قصد ذكرني بانها كانت زوجته في يوم من الايام. هذه حقيقة ولازم اكدها، لان ما يغيب عن بالي انك فكرت فيها اكيد. اذا تأكد ان اخترتها لشخصها بعيد عن حياتها الماضية. واتمنى يا الحاج، اتمنى ان موافقتها تكون بعيدة عن تاريخي وحياتي السابقة. ولما قلت انك تريد تتزوجها علشان تشاركك همك، ايش كنت تقصد اذا كنت تستبعد الماضي الحين؟ اقصد يا الحاج تشاركني هم القائم واللي ما حد يخلى منه بحكم انه كائن بشري يعيش ويتعامل مع الحياة بمتغيراتها يا الحاج، وانت فاهم دايما لك منطقك المقنع. في شيء ما حصلت له منطق مقنع عندي يا الحاج؟ بصراحة نعم، موضوع شراكتي معك في مشروع الغاز. ما دام هذه صراحتك فاسمح لي أسأل، هل أفهم أن هذا شرط للموافقة على الزواج؟ هذا الشيء أنا أتمناه لكني ما أشترطه. إذا أؤكد لك أني بعدني عند رأيي وأرفض موضوع الشراكة. مساء الخير. مسائك نور وسلام. اسمحوا لي انا استاذن، اجل اتصال وارجع لكم. تفضل يا الحاج. ممكن اعرف ايش هذا الهم اللي تريدني اشاركك فيه؟ هم اسمه الوحدة، أنا وإنتي عايشين فيه، نمسي على ذكريات الماضي ونصبح على التفكير في بكرة بدون أنيس أو ونيس أو حتى ظل حلم قريب. أنا شبهت نفسي بالبحار الغريب اللي كان يدور مرسى، وشبهتك بالمرسى اللي ينتظر عودة البحار الغريب. يعلم الله أنك وأنت تتكلم وكأنك تقول كلام عاش معاي ورددته، لكن في شيء يهمس لي ويزعجني، أني أنا بالنسبة لك ظل أو سراب هارب. ما بين إحساسك الأولي والثاني نقطة تقاطع اسمها وصول. أنا وصلت يا رقية، يا ترى بتستقبليني؟ أنا مسافر أسبوع وبرجع. المرسى بيكون في انتظارك. بسرعة بسرعة.
حريق شاب في البيت القديم، ليش ما تحملت؟ إن شاء الله يصير فحم، كان المفروض أنها تحترق من زمان. المهم انطفت النار. الأهم إيش سبب الحريق؟ هذيك الغرفة نادر ما حيدخلها. هذا انتقلته، يعني وجودها وعدمها سوا. زين انها احترقت علشان نهدم البيت مرة واحدة. وعد ليش سألت؟ ايش اقول؟ تسأل زايد ليش ما تحرك بعد ما عرف عن الحريق؟ كيف يتحرك هو اللي امر بحرقها؟ ليش يا زين؟ ذي غرفة؟ كمل، مالك سكت؟ ماجد اللي أختك ما تطيق تشوف وجهه، ماجد اللي ممكن يجي في أي لحظة ويطلب إنه يسكن فيها. هذا الكلام عرفه من زمان، ليش ما حرقتها إلا الحين؟ أنت إيش تريدي بالضبط؟ كيف من ناحية ما تريدي تشوفيه ومن ناحية ثانية تعاتبينا على حرق الغرفة؟ مالك سابته، لما يكون عندك رد خبريني. وعد خلينا نكلم ماجد، السالفة كده طولت. لا يا راشد ما أقدر، أرجوك لا تطلب مني شيء مثل هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ما يمر يوم حيرتنا فيه تكثر. يا ترى كم بقالنا من العمر نعيشه عشان نحل مشاكلنا؟ مثل ما اتفقنا يا أبو الفضل، تبدأ مباشرة بإجراءات نقل الكفالة. الروح ترجع لنا بالسلامة. مالك يا ابو الفضل؟ تفضل يا عم. مشكور يا ولد، تعال. انت كذا بتخوفني عليك يا ابو الفضل. انا اسف لكن غصبا مني، حاسس اني ما بشوفك. طمن يا صاحبي، الله بيجمعنا على خير وقريبا بإذنه. بغيت شيء من مصر؟ هاي شوية بسبوسة وهرم صغير كده. عليك سوالف يا أبو الفضل. سعد، خطوة بخطوة مع أبو الفضل في متابعة الأعمال. أكيد يا عم، تطمن خلي بالك من نفسك. وبعدين معاكم أنتوا الاثنين، كأنكم جايين تشيعوني ما تودعوني. يومنا قبل يومك يا عم. انتوا الاثنين هبة من الله عليك، مقدر خوفكم ومحبتكم، بس ما اريدكم تنشغلوا بي انا على حساب حياتكم الخاصة. ومين يقدر يلومهم يا ماجد؟ يا ابو الفضل، هم تقريبا ما عندهم علاقات اجتماعية واضحة، إلى متى بيربطوا حياتهم بي أنا؟ ونحن كيف نتصور حياتنا من دونك يا عمي؟ عمي أنا أقدر أحصل حجز على نفس الرحلة وأجي معاك. أبو الفضل، خذ هذول الشباب وروحوا شوفوا أشغالكم. إن شاء الله تروح ترجع لنا بالسلامة. الله يسلم، الله يسلم. خلي بالك على نفسك يا عمي. إن شاء الله يا ولدي، إن شاء الله توصل بالسلامة عمي. الله يسلمك يا ولدي يا سعد، في أمان. مع السلامة. تعرف أنا أول مرة أكتشف إن علاقاتنا الاجتماعية محدودة. زين بعدك تذكرت،
أنا أتكلم جد، وأعرف أنك تفكر في الكلام اللي قاله عمي في المطار، فلا تنكر. أنا حياتي تبرمجت بحسن وأنا سعيد بيها ما دمت أشوفه وكل أهلي. وأنا ما أختلف معك في هذا الشيء، بس هو كأنه يقول إجا الوقت اللي لازم تكون لكم حياتكم نسبيا بعيدا عنه. تتوقع أنه يمهد لنا بهذا بعد ما قرر يتزوج أخت الحاج؟ ممكن، ليش لا؟ أنت إيش سالفتك وهذه النسخ اللي تأخذها كل مرة؟ في كل مرة حد يطلبها مني. ويا ترى عاد من هذه المرة؟ تفضل وصل الكتاب ولا تتأخر. كيف يعني أنت ما بتنزل؟ لا لا لا، لازم أروح الشركة لأن أبو الفضل ينتظرني. يلا روح أنا أنتظرك هنا. خلي عنك البخل وانزل نقي لك عطر. إذا بدتفع قيمته بنزل وبختار. يلا روح روح أنا أنتظرك. مشكور أنك تذكرت الكتاب وجبته. ما له داعي الشكر، وأنا متأكد أنه بيعجبك. متأكد؟ لو قرأتي نعم، متأكد أنه بيعجبك. والسبب؟ لكل فصل طبيعة خاصة ومميزة، لكن أسلوب الكاتب الصادق يعرضه بجمل تثير مخيلة القارئ لدرجة أنه ممكن يتخيل نهايات بنفسه، لأن معظم النهايات فيه تقريبا نهايات مفتوحة. أكيد إن شاء الله بقراه في الأيام الجاية. دكتور نواف، من متى عندك هذا الكتاب؟ هذه النسخة استلمتها اليوم. الله يسلمك، أنا أعرف المؤلف. إنسان أحبه واكرهه، إنسان أعرفه اقبله، إنسان أغضب سامحا، إنسان عاتب وجرحا، إنسان عاتب وجرحا، إنسان لومة وعذره يبقى هو الإنسان، يبقى هو الإنسان. إيش اللي يخليك تساعد؟ أنت عمرك ما ساعد حد؟ دربون الخيال إما يكون صادق حدود. سبحان الله ما لحقنا عليهم. سافروا؟ ما أظن، بس هم متعودين يطلعوا رحلة كل آخر شهر. ما علي يا ولدي ما علي، كلها كمين يوم وبيردوا. كمين يوم؟ أنا لازم أسافر بسرعة. الله يهديك يا ولدي، خلي أمورك على الله. إنزين، وكل شيء الله كاتب إنه بيصير. زين أقول لك، أنا بس خليني هناك عندهم أنتظرهم لين ما يرد. أفا تنتظرهم هنا وأنا بيتي موجود؟ أفا بس أفا، أنت ما تعرفني، إيش اللي يخليك تأمني وأنت ما تعرفني وتسكن في بيتك؟ الله يهديك، صحيح أنا ما أعرفه، لكني أعرف عمري. زين أنا فرحان اليوم شفتك تضحك يا ماجد. المسكينة كلمتها بعدها رطبة، وانت عادك مرة سويت لك عقد في وجهك. عذروني أنا يا عم سالم. ما علي يا أبوي، احنا قصدنا نشوفك مستانس وفرحان. درب طويل والفرح منه راح، يمكن ألقاه وأنا مسافر، ويمكن أظل طول عمري أدور عليه. شبلاكم كلكم كذاك، ما تطيقوا الأرض،
وتبوا الغربة. تعوذ من إبليس يا حرمة، الولد ما قال شيء. كان يكرر كلام ولدنا حمد قبل لا يسافر. ليش يا سالم؟ ليش كلهم تفكيرهم كذا وقلوبهم قاسية؟ يدوروا على نفسهم الضايعة، ما يعرفوا إن الغربة بروحها ضياع، ما يعرفوا إن الجنة هني مع روح الأم وقلب الطاهر. يلا يلا يا الغالية، تعوذ من إبليس. أيوة يا سعد، الحين إن شاء الله بعد شوية بنركب الطيارة، خلي بالك على أمك. طيب يا عم، لا تحاتي، لا توصينا عليك. تمام، يلا مع السلامة. مع السلامة. أقدر أعرف وش اللي جابك هنا؟ وأنت ليش تسألني هذا السؤال؟ لا، مسوي نفسك ما تعرف هذا المحل من؟ أنا ما يهمني هذا المحل من، أنا هني جالس أنتظر أخوي. وأنت ليش تتكلم معي بهذه الطريقة؟ إذا كان عمك ماجد راسلنك بملعوب جديد، فأحسن لك تتراجع وتروح من هنا. أنت إيش فيك؟ وبعدين هذا معطور وأنا أريد أدخل فيه، وين المشكلة؟ وبعدين ليش تكلمني كذا عن العم؟ أكيد ما بيعجبك الكلام عنه، لأنك تنفذ له لكل شيء يريده وبإشارة منه بس بدون ما تسأل ليش. والحين جاي هنا عشان إيش؟ لا حد هني وبس. إيش فيكم؟ إيش فيكم؟ جنيتوا انت بعد نفسك أحسن لك. هذا أخوي اللي جالس انتظره يا غبي. أكيد أخوك، إلا فيكم طبعا نذالة. قيصر بس خلاص، فضحنا قدام الناس. عمتي هذا بتعرف قيمتي في مركز الشرطة. سعد ادخل من دون اي كلمة. ما تخوفني هذه النظرة يا دكتور. وانتوا وش تشوفوا بعد؟ يلا خيص الخير، وش صاير؟ مالك شو عليك ذاك؟ انت كيف اشتغلت هنا؟ اشتغلت؟ عفوا ما فهمت. يعني ماجد عن طريق ماجد انت الثاني؟ ماجد؟ هذا ماجد بعد بقيت عن طريقه. خير قيصر وش فيك؟ ما يسموا اللي سويته الا جنون وقلة ادب بعد. محروز ولدي عن الجنون ان شاء الله. نعيمة الله يخليك لا تتدخلي الحين. ومتى اتدخل؟ هذا ما ولدي؟ امي ارجوكي، انا قادر اتكلم عن نفسي. ارجوكي عمتي تهدي قيصر. ماجدة هي الحين تكلمني أنا، واللي تتصف بالجنون هو أنا. وليش؟ علشان كنت خايف عليها منه؟ وتخاف عليه منه ليش؟ لأنه يشتغل مع عمي ماجد اللي حتى سمع اسمه يتعبك. يشتغل مع من ما يكون؟ أنت ليش تتصرف تصرف غير مسؤول؟ أها، علشان كذاك صرختي علي قدامهم؟ حتى ترجع لوعيك. وإذا كان علشان خوفك علي فأنا قادرة أحمي نفسي. اللي سويته بضرك يا ولدي، احنا ما بغاب عشان نتعامل مع الآخرين بالعنف. ألو نعم، معك قيصر مركز الشرطة؟ طيب طيب أنا جاي. ليش باغينك مركز الشرطة؟ أكيد الرجال بلغاني. انتظرني بروح معك. لا ما في داعي، أنا بتصرف. خل عنك العناد ولا تعقد المسائل. يلا أنا بروح معاكم. لا عمتي احنا خلينا هنا، أكيد عمتي راح تتصرف. وليش؟ قصدك إني ما أعرف أتصرف؟ لا ما قصدي، بس هي كانت موجودة هناك واللي صار صار قدام محلها، يعني أنا وإنتي إيش بنسوي؟ لازم أخبر زايد. يا ترى قيصر ليش صاير عصبي مع الكل الحين؟ صاير خرابة بعد ما كانت الحياة فيه
ما تتوقف ليل نهار. هناك بدت مشاكلنا اللي اشتركنا فيها كلنا، وكأن مكتوب على ذي الغرفة انها تفرقنا مثل ما كانت في يوم من الايام تجمعنا احنا الثلاثة. ما بقيت شيء فيها يا زايد الا وحرقتها. سعيد، من متى وانت هنا؟ طمن، صارت رماد. أحسن لنا كلنا أنها صارت كذا. أظن أنه أحسن لك أنت أكثر من أي واحد فينا. إذا عندك شيء قوله بدون هذا التلميح أنا تراني ما ناقص. خير، إيش صار؟ قيصر وعد مركز الشرطة. خير، إيش عندهم؟ لما ترجع وعد سأله أحيدها ما تخبي عنك شيء. ومن الحين فينا يلمح بالكلام؟ ولا شيء، بس وعد بعدها ما تعرف عن الموضوع اللي مخبنه عنها طول هذه المدة. ما كذا؟ أيوة قيصر، إيشنا؟ عمتي بعدها تحاول تقنعهم انهم يتنازلوا عن الكلام. تطمن، هي تقدر تقنعهم. قدرت تعرف لي ايش العلاقة بين الدكتور نواف والولد اللي اسمه سعد؟ يقول انه اخوه، بس انا شاك ان الدكتور له علاقة بعمي ماجد. انت تسمعني؟ المهم انت خلك هادي لحد ما يخلص الموضوع، واذا صار جديد خبرني. طيب طيب، مع السلامة. صدقيني يا عم، لا أنا ولا سعد كنا نتمنى يصير اللي صار، بس أنت شفتي كيف استفزنا بأسلوبه وتصرفه. عارفة، وقيصر عمره ما كان بهذه العصبية، بس ما بكرر كلامك. يا ليت ننهي الموضوع وأنا حاضرة لأي تربية تشوفوها مناسبة. علشان كذا هو يتصرف مع الناس بهذه العنجهية، لأنه يعرف وراء كل مشكلة يسويها هناك ترضية، وممكن هذه الترضية تحل الموضوع حتى لو على حساب الناس وكرامتهم. لكن يا ترى إيش من الترضية اللي ممكن تقدميها؟ سعد، ما كذا يكون الكلام. إذا كيف يكون الكلام يا نواف؟ الأخ يتهجم علي وبدون ما أسوي معاه أي شيء، وهي الحين جاي تقدم لي ترضية. أنت تعرف إيش هذه الترضية؟ ممكن تكون فلوس أو. لا تقول هالكلام يا مبارك. أنا ما قصدت الترضية بالفلوس، لأن الفلوس عمرها ما أرضت إنسان. اللي قصدت أن شوف اللي يرضيك وننهي الموضوع. أنا قدمت بلاغي وانتظر الإجراءات، هذا كله عندي. يا ريت لو تعذري يا عمة، النرفزة اللي فيها سعد مو بسبب المشاجرة اللي صارت، بس لأن قيصر تكلم بحق العم ماجد، وهذا لا يرضيني أنا ولا يرضي. انتوا بابا بيكسوا في المستشفى على طول؟ لا بابا، من قالك هذا الكلام؟ انا بابا، لاني شفتكم طولتوا هناك.
لا حبيبي، هذه بس فترة مؤقتة، وأول ما يشفى بابا بنرجع مرة ثانية. بس ماما على يقول أبوي ما يشفى. علي، من قالك هذا الكلام؟ ما أنا اللي قلت، أنا سمعت جدتي نعيم تكلم في التلفون وتقولها نهار مع هالكلام. ماما صحيح هذا الكلام؟ لا حبيبتي ما صحيح. سمعوني، أول شيء ما ردكم تتنصتوا على أي واحد يتكلم في التليفون، وثاني شيء ادعوا الله يشفي بابا ويرجع بالسلامة. يا رب إن شاء الله. خير حبيبتي. ماما أنا مشتاقة بابا وأريد أشوفه.